عزول حباباتي، مرحبا بكم في قناتي. انا اسمي ديهيا وصاحبة ماركة ديهيا بيوتي لمنتجات العناية بالبشرة والتجميل. اذا كنت حابة تعرفي اكثر عن المنتجات تاعي، كل ما عليك انك تزوري الموقع تاعنا اللي جاي هنا فوقه، ولا تزوري الفيديو اللي جاي هنا فوقه، غادي يخرج لك سواء منا ولا منا. في هذا القناة انا شارك معكم وصفات، خلطات، نصائح تجميلية، شارك معكم قصص من حياتي، شارك معكم فكر بصوت عالي، شارك معكم فلوجات، شارك معكم اكل وطبخ، يعني شارك معكم كل شيء. اذا كنت مهتمة بمواضيع المرأة وعالم الجمال وكامل هذه الامور، كل ما عليك انك تتابعيني في قناتي وتضغطي هذا الزر الاحمر للاشتراك في القناة. موضوع اليوم هو تبييض المناطق الحساسة. اليوم راح نعطيكم نصائح وراح نشارك معكم خلطة ووصفة. هاد الوصفة جد سهلة، جد بسيطة، مكوناتها متواجدة في كل بيت، يعني كاملة ما تشوفوا فيها أكيد هاد المكونات متواجدة عندك. قبل ما نبدأ نحكي على موضوع تبييض المناطق الحساسة، نقول لك ما تنساش الاشتراك في المسابقة اللي راني دارتها، اللي فيها 10 فائزين، يعني 10 محظوظين راح يكونوا فائزين. هاد المسابقة راح تلقايها في هاد الفيديو اللي راح يخرج لك هنايا. روحي شوفي الفيديو، كتبي تعليق تحت فيه الايميل تاعك، وان شاء الله بربي يحالفك الحظ انك تربحي في المسابقه. دركا راح نحكي لكم على موضوع تبييض المناطق الحساسه، وراح نعطيكم اهم النصائح اللي تحتاجوا انكم تعرفوها. الحاجه الاولى، البنات لازم تعرفوا انه اذا عرفت السبب يبطل العجب، يعني لو عرفتي علاش هذيك المنطقه الحساسه تاعك فيها اسوداد، راح تعرفي كيفاش تقومي بنزع هذاك الاسوداد. شوفوا اليوم راح نعطيكم اهم نصائح. النصيحه الاولى وهي لازم عليك اذا كانت المنطقه الحساسه هي العانه، لازم عليك تقومي بتبديل الملابس الداخليه يوميا. علاش؟ لانه اذا ما قمتيش بتبديل الملابس الداخليه راح تكون كاينه رطوبه في هذيك المنطقه، وبسبب هذيك الرطوبه راح تنشط تما بكتيريا، وهذيك البكتيريا راح تسبب لك في رائحه كريهه، وراح تسبب لك في اسوداد هذيك المنطقه، وممكن حتى هذيك المنطقه تولي خضراء، وهذيك البكتيريا ممكن حتى تسبب لك في امراض في المستقبل. على بها دائما ينصح بتبديل الملابس الداخليه في المنطقه الحساسه اذا كانت العانه. بزاف بنات يشكوا لي يقولوا لي هي راني نشري كريمات غاليه جدا بصح ما راهي دير لي والو، مازال هذيك المنطقه عندي سوداء. كاين البنات اللي يقول لي هي انا راني نستعمل بزاف خلطات نشوفها في اليوتيوب ولا راني نقراها على جوجل ما راهي دير لي والو. علاش؟ لانه قبل ما تستعملي اي خلطه لازم عليك توجدي الجسم تاعك وتوجدي الجلد تاعك باش يمتص هذيك المواد اللي في الخلطه. على بها قلت لكم نصيحة ثانية، واللي هي لازم عليكم تقومي بتنظيف المنطقة الحساسة. النصيحة الثانية وهي مهمة جدا جدا جدا، وهي تنظيف هذيك المنطقة يوميا بمنتوج خصيصا، يعني نطفيها يوميا. شوفي اذا كان الابط او ما بين الفخذين او العانة تاعك، فهاد المناطق دائما يتعرضوا للاحتكاك، لانه احنا في حياتنا اليوميه لما تمشي كيما هكا، لما يعني تكوني تمشي كيك راح يتعرضوا للاحتكاك. على بها نصح دائما بتنظيف هذيك المناطق. هذيك المنطقه ممكن تنظفيها بمنتوج يكون عندك انت متعوده عليه، او ممكن تنظفيها بخلطه انت موفاه تستعمليها. اما عني انا واش نصحكم، شوفوا البنات انا نصحكم انكم تنظفوها مرتين في اليوم. تنظفيها لما تنوضي الصباح، روحي للتواليت حاشاكم، يعني تروحي للمرحاض حاشاكم تنظفي هذيك المنطقه، ولا نصحك انك لما قبل ما ترقدي ثاني تنظفيها، يعني على الاقل على الاقل مرتين في اليوم. صح، المنتوج اللي انا استعمله هذا هو. اخر مره راني حطيت لكم بوست في الانستغرام قلت لكم بلي هذا المنتوج مفيد للمناطق الحساسه ومفيد لتبييض المناطق الحساسه. بزاف بنات ما فهموش علاه وقالوا لي دي هي يعني كيفاش ممكن نستعملوه باه نستفادوا منه. هذا المنتوج اصلا مصنوع خصيصا للبشره الحساسه، يعني سواء كانت الوجه ولا الرقبه تاعك ولا اليدين، ومصنوع خصيصا للمناطق الحساسه سواء كانت العانه بين الفخذين ولا الابط تاعك. انا شخصيا نستعمل هذا المنتوج مرتين في اليوم، لما نوض الصباح نغسل به، ولما نرقد قبل ما نرقد نغسل به. انا لما نستعمل هذا المنتوج مرتين في اليوم واش راح نستفاد؟ الحاجه الاولى اني ننظف المنطقه الحساسه من الاوساخ، ننظفها ونعقمها من البكتيريا، ما خليش هذيك البكتيريا تنشط وتدير لي رائحه، وما خليش هذيك البكتيريا تنشط وتدير لي اسوداد خاصه في المناطق تحت الابط. رانا في الصيف وعباكم الصيف الانسان يعرق تحت الابط ولا ما بين الفخذين والعانه.
حاجه واحده اخرى، هذا المنتوج راح نستفاد اني لما استعمله يوميا فانا راح يقوم بتبييض المناطق الحساسه تاعي. انه حنا دائما نديرو ماسكات للوجه تاعنا حتى نبرو وجه تاعنا حتى نبدينا، بصح عمرنا ولا فكرنا ان نديرو ماسك للمنطقه الحساسه باش نغذوها بالفيتامينات، باش نغذوها بالمواد وباش نحافظوا عليها. اما لهذا المنتوج انا خطره على خطره لما نديرها في هذيك المنطقه الحساسه نخليه شويه، اوكي، يعني خليه واحد زوج دقائق ولا، ومن بعد كي نعاد ناخذ قطنه ونمسحه ولا نغسله بالماء. بهذه الطريقه راح نغطي هذيك المنطقه، ما راحش تبقى لي حرشه، خاصه بعد نزع الشعر، ازاله الشعر ما راحش تبقى هذيك المنطقه حرشه، وما راحش راح يكون اللون تاعها غوز، راح يكون اللون تاعها جميل جدا، وراح تكون رطبه، يعني راح تكون حنينه، ملمس تاعها حنين. دوكا راح نوري لكم الخلطه ووصفه تبييض المناطق الحساسه. العنصر الاساسي في هذه الخلطه هو ملعقه من المايزينا، هذه ملعقه تاع مايزينا، اسمها بالعربيه راح نكتبها لكم في الترجمه لاني صراحه ما نعرفش اسمها بالعربيه وش هو. زيدي لها ملعقه من ماء الورد، زائد ملعقتين من عصير الليمون، هذه ملعقه ثانيه من عصير الليمون. عصير الليمون معناها انك تحكمي حبه ليم تعصريها، وهذاك الماء اللي تعطيه لك تحطيه هنايا. الخطوة التالية والمكون الأخير فهو اختياري، إذا كان عندك هذا المنتوج تقدري ديريه، إذا ما عندكش يعني عادي. أنا فضلت أني نديره لأني نحب نستفاد الماكسيموم لأقصى درجة. هذا المنتوج راه غني بالعسل، 30% منه عسل، زائد فيتامين سي، زائد فيتامين او، زائد الوفيرا، زائد بزاف 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 صوالح اللي تقدر تستفاد منهم البشره تاعنا. هذا المنتوج راه متعدد الاستعمالات، اذا حبيتوا تعرفوا كامل المكونات تاعه وكامل الفوائد تاعه وكامل الاستعمالات تاعه روحوا للموقع تاعنا اللي هو dehiabeauty.com وشوفوا شنو هي الفوائد تاعه وش هي الاستعمالات تاعه وكيفاش ممكن انت تستفادي منه. خلطت المكونات راح تعطيكم السائل الابيض. فوالا دركا راح ناخذ منتوج سكين كير ريغولاتير اللي مصنوع خصيصا للبشره الحساسه والمناطق الحساسه، ومصنوع خصيصا لتعديل مستوى الزيوت في البشره وتنظيف البشره وتبييض البشره. راح نحط كمية لا بأس بها في المنطقة الحساسة تاعي، أنا راني نوري لكم يدي لأني ما قدش نوري لكم المناطق الحساسة تاعي. نقوم بحركات دائرية على المنطقة الحساسة، وبعد ما نقوم بحركة دائرية على المنطقة الحساسة لمدة دقيقة على الأقل، راح نخلي هذاك المنتج حتى لتمتصه المنطقة الحساسة. ثم راح ناخد قطنة، وبعد ما نمسح المنطقة الحساسة نجيب قطنة، و هذيك القطنه نغمسوها غايه في ديك الخلطه والوصفه اللي درناها. ومن بعد كي نلم هذيك القطنه نغمسوها غايه في هذيك الخلطه، ناخذ هذيك القطنه ونديروا حركه دائريه للمنطقه الحساسه، لانه هذيك القطنه راح تقوم بتقشير ناعم للبشره تاعك، وفي نفس الوقت راح تعطي فرصه للبشره تاعك انها تمتص كامل المكونات. بعد ما نحط الوصفة على المنطقة الحساسة تاعنا نخلوها تبقى على الأقل ربع ساعة، بصح فريمو يعني النتيجة سريعة والنتيجة هائلة، وهذا كامل لأنه قبل ما نحط أي خلطة، والسر في نجاح أي خلطة هو تنظيف البشرة بعمق. سيمو البنات، الفيديو راه كمل، نتمنى تكونوا استفدتوا في تبييض المناطق الحساسه. كما شفتوا كانت النتيجه يعني جد رائعه، يد بيد يد، كانت بيضه اكثر من يد الاخرى يعني في وقت صغير بالبزاف، يعني نتيجه فريمون حاجه فعاله. حاجه اخرى حبيت نقولها لكم البنات، وهي ما تنساش ديري لايك لهذا الفيديو، وكتبي لي تحت في التعليقات واش راكي حبتني ندير لك الوصفه الجايه، وهل تحبوا نزيد نعطيكم وصفات اخرى لتبييض المناطق الحساسه، لانه عندي بزاف وصفات نشاركها معكم. وراح اخلي لكم تحت في صندوق الوصف مقاله كتبتها خصيصا لتبييض المناطق الحساسه، وعطيتكم فيها بزاف نصائح يمكن ما قلتهاش في هذا الفيديو. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنساش ديري لايك لهذا الفيديو والاشتراك في القناه اذا كنت جديده معنا، ونقول لكم رمضان مبارك، تفضلي بالصحه والهنا حبيبتي الغاليه، وربي معك ان شاء الله.
قبل ما نروح نحب نجاوب على سؤال مهم طرحوه عليا بزاف في اخر فيديو. اخر فيديو قمت به حكيت على فوائد المنتجات، بزاف البنات عجبوهم المنتجات، بزاف البنات حبوا يشرو منهم، لكن السؤال كان كالتالي: دي هي وين نقى المنتجات، وين نشري المنتجات، دي هي كيفية دفع ثمن المنتجات. حاجة الاولى لازم تعرفي ان المنتجات تدفع الثمن تاعها لما توصل عندك. ثانيا، وين تلقاي هاد المنتجات؟ منتجاتي متوفرة على الموقع تاعنا الرسمي، دي هي beauty.com. راني ديجا شرحت لكم الموقع، لما تدخلي الموقع راح تلقاي فيديو، وهذاك الفيديو يشرح لك المنتجات ويشرح لك كيفية الطلب. نتمنى منكم البنات انكم تشوفوا هذاك الفيديو وتشوفوا هذاك الشرح، لاني شرحت عام خطرة. حاجه اخرى، اذا شفتي الفيديو وشفتي الفوائد تاعهم وشفتي حتى كيفاش تشري من الموقع وما عرفتيش، لا غالب عليك ما عرفتيش كيفاه ديري تشري من الموقع، شوفي روحي للانستغرام تاعي، على الصفحه تاعي الانستغرام، ما تنسيش تتابعيني تماك لاني نحط لكم كل جديد. ابعثي لي رساله مكتوب فيها المنتجات اللي راكي حابه تشريهم، مكتوب فيها رقم الهاتف تاعك، مكتوب فيها العنوان تاعك، وين راح توصل لك. بعد ما كتبي ديك الرساله راح يوصل لك المنتوج في اقل من اسبوع، لانه راني دايره مندوبات وموزعات في كامل الولايات الحمد لله. ما عدا واتسوف، بشار، اضرار، البيض، جلفه، عنابه، مسيله، سكيكده، ميله، وبجايه. اذا سمحتي وإذا كنت واحدة من هاد الولايات وكنت حابة تخدمي مندوبة تاعي، فياريت أنك تتقدمي لطلب العمل في صفحتي على الانستغرام. راني محتاجة بزاف بنات يكونوا مندوبات توعي من هاد الولايات: واتسوف، بشار، أضرار، البيض، الجلفة، عنابة، مسيلة، سكيكدة، ميلة، وبجاية، لأنه الطلبات عندي فيهم بزاف، بصح شوالا مازال ما عنديش مندوبة اللي توصل هادو الطلبات. نتمنى تكون شرحت لكم نتمنى نكون شرحت لكم وتكونوا فهمتوا غاية الغاية. وراني كل مرة نشرح لكم ونعاود، وكيما قلت لكم البنات يا ريت يا ريت يا ريت تروحوا تشوفوا الفيديوهات اللي راني نديرها، لأني راني نشرح بالتفصيل. وشكرا، وصحة فطوركم البنات.